لا الله تعالى وبركة ومرحبا بكم في قناة قم التعليمية أنا وائل ديلي، واليوم مع أسهل شرح لدرس صفحة 52 إعراب ممنوع من الصرف مخطط توضيحي لسنة رابعة متوسط. الممنوع من الصرف، ما هو الممنوع من الصرف؟ واسم لا يقبل التنوين والجر بالكسر. ما هي علامات إعرابه؟ يرفع الممنوع من الصرف بالضمة مثل جاء يوسف من المسجد. ينصب الممنوع من الصرف بالفتحة مثل بحب بغداد. يجر الممنوع من الصرف بالفتحة مثل ذهبت إلى مكة. متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ يجر الممنوع من الصرف بالكسرة إذا كان معرفة مثل أنت معك إخوانا في المساجد، أو مضافا إليه مثل صليت في مساجد المدينة. أو مضافا مثل صليت في مساجد المدينة. كيف نعرف الممنوع من الصرف؟ أولا حالة الرفع، المخيمات حبلى باللاجئين، حبلى خبر مرفوع على مضرب الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهور التعذر. حالة النصب، هيئة الأمر والمرافق، اللاجئين المرافق المفعول به منصوب علامة التصنيف ظاهرة على آخره. حالة الثالثة حالة الجر، تنتشر في غزة هيكل الأمر، غزة اسم الجنوب فيه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. الجر بالكسر، التعريف هام الموقدون في الصحراء، الصحراء اسم الجنوب فيه وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. ذهبت إلى مرافق إيوا اللاجئين، مرافق اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. وهكذا أعزائي التعليم نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. فأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.